يا مساء الفل والجمال والصحه والسعاده على احلى واجمل واطيب ناس في الدنيا. حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا جميعا بخير وطيبين، واهلا بيكم في الحلقات اللذيذه الاقتصاديه جدا لافكارها مبهره. النهارده يوم السبت، يعني وصفات كلها نباتيه، من غير لحمه، من غير فراخ، من غير اسماك، بنعتمد فيها على الخضار، وبكليات الغنيه جدا ببروتين، وكمان بنستخدم البروتين النباتي. النهارده حلقه مميزه جدا، فبعد الفاصل استنوني. دايما بالنسبة لي يوم السبت يوم مختلف، زي ما قلت ان احنا بنعتمد على البروتين النباتي اللي جاي من شوية الخضار، جاي من شوية بقوليات، او جاي من المشروم. على فكرة يا جماعة، وصفات المشروم كتيرة جدا ما بتنتهيش. النهاردة عارفين طاجن الفريك اللي باللحمة، طاجن الفريك اللي بالفراخ، طاجن الفريك اللي بالحمام، النهاردة هنعمله وبرضه ببروتين عالي جدا جدا جدا، بس البروتين اللي عندي هيكون هو المشروم. وزي ما قلت لكم قبل كده، المشروم من الحاجات الغنية جدا بالبروتين. وايه البروتين اللي فيه؟ بنسبة كبيرة جدا زي البروتين اللي موجود في اللحمة، ولكن من غير دهون ومن غير اي حاجة تضر الجسم. طيب، وصفة النهاردة زي ما قلت لكم بالفريك. انا هستخدم الفريك كمان الخشن، الفريك الاخضر الصعيدي الجميل ده. واحنا قلنا قبل كده ان الفريك من الحاجات الغنية جدا جدا برضو بالبروتين والألياف، ويا سلام لو استخدمناه بشكل متكرر في الأسبوع وحلينا، يعني استخدمناه كده محل الرز. عايز أقول لكم فعلا فعلا ليه وصفات برضو كتيرة قوي. تعالوا لكم أول وصفة عبارة عن إيه، يلا بينا. أنا عندي هنا قلت لكم هنعمل طاجن فريك بالمشروم. طيب، مقاديري ايه؟ كوبايتين فريك منقوعين طبعا، متنظفين، مغسولين، متغربلين، يعني نخلينهم متخلصين من اي حاجة ممكن ايه تكون عندنا نشفة. محتاجة بقى نص كيلو مشروم صحيح، هو ده اللحمة عندي ولا الفريخ. طيب، محتاجة زيت زيتون، بصل مفروم، فلفل الوان وفلفل حار، عايزة كيس بسلة على جزر، وعايزه كمان ملح وفلفل اسود وجوز الطيب، بابريكا حبهان، مكعبين مرقة خضروات، وكمان عايزه شويه بقدونس ومعلقتين صلصه. تاني نقول كمان كوبايتين فريك هننقعه، ومشروم عايزه صحيح بحاله كده، زيت زيتون، بصل مفروم، فلفل الوان، فلفل حار، شويه بسله على جزر، ملح وفلفل اسود، جوز الطيب، وبابريكا، وحبهان مطحون، كعبين مرقة خضروات، وصلصة، وكمان بقدونس مفروم. طيب، أول حاجة هعملها إيه؟ هي إن أنا الأول هشوح المشروم عندي وهديله طعم. وزي ما قلت لكم قبل كده، أنا بجيب المشروم ما بغسلهوش أبداً. أمال بنضفه إزاي؟ أروح جايبة منديل وعلى الناحية الخشنة، أو جايبة إيه عندي هنا؟ جايبه فوطه نظيفه، وبعدين امسك المشروم الحلو كده في ايدي واعمل ايه؟ اروح عاملاه كده. بصوا، مجرد ما بعمل كده ايه اللي بيحصل؟ الطبقه الخارجيه اهي عندي على طول بتتشال. اذا انا بغسل المشروم؟ لا خالص، انا ما بغسلش المشروم. المشروم يا جماعه طعمه ملوش طعم، لكن احنا اللي نقدر نشكله زي حاجات كتير قوي بعد اقول لكم من فوائدها الكتيرة ان احنا نقدر نطعمها حتى لو هي فقيرة في طعمها. اهو بصوا، خلاص كده انا نضفته بقى فلة، ومش هشيل عندي هنا كمان الصاج بتاعه، انا هخليه. خلاص، احنا بقى منضفين الباقي. عندي هنا الطاسة سخنت، هروح عاملة ايه؟ حاطة فيها شوية زيت الزيتون زي ما اتفقنا، حاجة صحية كده تاكلي فيها لحد ما تشبعي. طبعا زي ما قلت لكم، البرغل من الحاجات اللي فيها الياف كتيره، فهي بتقفل معانا بسرعه. كميه قليله من البرغل، سوري، الفريك مع المشروم، تحسي كده ان انت ايه ده، انا ما اكلتش كتير بس انا شبعت. ليه؟ لان الاكل مليان بروتين والياف، والاثنين دول اكتر حاجتين بيشبعونا، مش النشويات خالص. طيب، هعمل ايه؟ هروح منزله بقى كده المشروم واتبله بقى بمكعب
مرقه خضروات ورشه جوز الطيب. عارفين كده بعمله كانه ايه زي ما قلت لكم اللحمه والفراخ عندي، وحبهان وادي البابريكا والكمون. هحط شويه ملح صغننين جدا. ليه؟ لان انا حط عندي هنا ايه مرقه بس كده، واقلب. طبعا هلاقيه بيدبل، بس انا زي ما قلت لكم انا مش عايزاه شرايح، انا عايزاه بحاله كده يبان معايا في الطاجن بحاله كده. اهو تبلته، حاطه طبعا شويه زيت زيتون قليلين جدا، واحط كمان حبه اهو واقلب. طيب احنا ليه مش بنغسل المشروم؟ وهل ده كافي قوي لما احنا نعمله بالفوطه او بالمنديل؟ ده كافي جدا، ما بنغسلش المشروم لان المسام بتاعته يا جماعه مفتوحه، وهو عباره عن كده حاجه هشه اسفنجيه، لو شاف الميه على طول ايه اللي هيحصل له؟ هيتحول هيبقى عارفين كده ممزلق زي ما بنقول كده بالعاميه، وهنلاقيه القوام بتاعه اختلف، وكمان ملمسه اختلف وطعمه اختلف تماما. بس كده بصوا اخد لوني ازاي، اخد لون حلو جدا. طبعا ده كده انا ممكن القطه اساسا اكله كده بالتشويحه دي، او زي ما تقولوا ايه شويته زي ما بعمل كده في اللحمه والفراخ. طيب وبعدين خلاص كده، وخلاص هو تقريبا اخد شويه سوا، هروح عامله ايه رفعه حطاه هنا تاني عندي، وبعدين هبدا بقى ايه اطبخ الطبخه اللي هي احط شويه زيت زيتون تاني، نشيل كده المشروم بتاعنا اللي ايه تبلناه، واحط بقى بصل بنفس البهارات بنفس الوقت نفس المكان اللي احنا حطينا البهارات الحلوه والتتبيله الحلوه بتاعتنا للمشروم، وادلها تقليبه حلوه. صدقوني يا جماعه الطاجن ده لو جربتوه انتوا هتعتمدوه اسبوعيا كده. هنعمل النهارده ايه؟ طاجن فريك بالايه؟ بالمشروم. طاجن فريك بالمشروم، في ناس عاشقه للفريك، يعني طبعا طبعا يعني لو قلنا فريك فنقول حمام محشي فريك، لكن الفريك ليه طرق كتيره وصحيه وشوربه. ممكن طبعا احشيه في الفراخ اكيد، وطبعا احشيه في الحمام، بس هو كفكره الفريك ان هو بديل عن الرز، دي فكره رائعه. عايزه اقول لكم كميه البروتين اللي فيه والفيتامينات والمعادن والالياف مش موجوده في الرز خالص. طيب اديني كده ايه، بصوا البصلايه دبلت واخدت ايه طعم كده وريحه ايه توابل البرغل توابل المشروم. هعمل ايه؟ كل ما اعمل فريك اقول عليه برغل، كل ما اعمل برغل الله ما تقول عليه فريك. احط بقى عندي هنا ايه الفريك، طبعا زي ما قلنا ان هو مغسول ومنقوع ومتنقي الاول، ونخلينه ومنقوع لمده ساعتين. ليه؟ لان ده بيقطع معايا شوط كبير قوي قوي في التسويه لما انقعه. خلاص اهو كده تمام. وتعالوا بقى نحط عليه كمان مكعب المرقه اللي احنا مرقه خضروات طبعا، شايلينه على جنب ده ونقلب. خلاص وهسيبه بقى شويه كده، انا هشوحه وهديله تسويه بسيطه بالتقليبه دي، مش هحط عليه ميه خالص دلوقتي لحد ما اخلص فيه تقليب. تعالوا نروح لفاصل ونرجع نشوف هنكمل الطاجن الخطير ده ازاي. استنونا. عايزه اقول لكم ان في ناس بتعمل الاكله لحد كده وتاكلها زي الرز، تشوح الفريك وتحط عليه شويه ميه ويستوي ويختم ويتقدم جنب اي اكله. عايزه اقول لكم طعمه بيكون تحفه. طيب دلوقتي بقى احط ايه معايا هنا؟ الخضار بتاعي اللي انا مستخدماه
اللي هو جزر وبسلة، ولازم ادلها تشويحة حلوة برضو علشان بيبقى فيه مية، احب كده ان انا ايه انزل المية منه تشويحة حلوة. وطبعا بدوق في الاخر بشوف انا محتاجة تتبيل بقى، بحط برضو تاني. وبعدين عندي هنا الفلفل الالوان، عايزه اقول لكم عايزين تحطوه حطوه، مش عايزين مش مشكله، خلاص فلفل الوان. واروح بصوا بقى عندي قد ايه، ولسه بقى عندي كميه حلوه جدا. بصوا ملون ازاي، اول ما الاكل يلون كده يا جماعه تعرفوا ان انتوا بتاكلوا اكل صحي، تعرفوا ان انتوا بتاكلوا حاجات كلها مختلفه في الفايده، مش كلها فايدة واحدة، كل حاجة فيها ليها فايدة مختلفة عن التانية. وبعدين نحط بقى ايه كام معلقة الصلصة، طبعا ممكن نحط طماطم متقطعة مكعبات، ممكن نحطش خالص يا جماعة صلصة زي ما انتوا عايزين اهو. واديله تقليبة، الفه، وكمان الفلفل الحار اختياري اكيد برضو اهو. وبعدين بقى تعالوا نروح نجيب الطاجن بتاعنا اللي هيدخل الفرن ونبدأ نرصصه كله كده. تمام اتقلب معايا، حطيت المكعب الاول مع مين المشروم، وتبلت المشروم، وبعدين شلت المشروم، حطيت الفريك، وبعدين حطيت الاول البصل وقلبته، اخد لون بسيط قوي من البهارات اللي انا حطاها والتوابل للمشروم، بعدين حطيت عليه الفريك شوحته كويس جدا، فريك اللي مغسول ومنقوع لمدة ساعتين، شوحته حلو كده من غير اي حاجة، نفس البهارات والتوابل اللي كانت محطوطة للمشروم. وبعدين حطيت بقى بعد كده الكيس الخضار، حطيت الفلفل، حطيت الصلصة، حطيت كمان فلفل الحار. اعمل ايه؟ تعالوا بقى احط حبة عندي هنا في الطاجن كده، وابدأ اوزع عندي الايه اللحمة بتاعتي، اللحمة الكدابة بتاعتي، واحط تاني شوية الفريك بالخضار الحلوين. بصوا بقى طاجن يكفي غدا مرتاح ما جنبوش اي حاجة تانية، واحط كمان هنا المشروم. شايفين عامل ازاي؟ شايفين المشروم بينزل صوص ازاي، ولا صوص اللحمة والفراخ اهو كده. ونريحه ونقعده كده، بقول لكم الطاجن ده كده هو مش عايز حاجه جنبه تاني، يعني هو ده فيه البروتين وفيه النشويات وفيه الخضار وفيه كل حاجه، وما اخدش معانا وقت خالص. واروح اجيب بقى ايه الميه عندي واحط كده، تقريبا بما يعادل كوباية، مش اكتر من كده، بما يعادل ايه كوباية، واروح بقى مدخلها الفرن. وانا كده ايه خلصت الطاجن الخطير، هيدخل الفرن خلوا بالكوا تقريبا كل حاجة مستوية سوى الربع، هيدخل هلاقي طلع شوية ايه مرقه، ليه؟ انا حاطه له طبعا ميه بس فيه هو فيه نسبه خضار كتيره، ليه طلع شويه ايه ميه، يختموا بقى كده مع بعضهم. عايزين تسيبوا فيه شويه صوص اوكي، عايزين يبقى مختوم كده ومفلفل ولا كانه طاجن، طبعا فريك باللحمه هيبقى خطير. تعالوا ندخله، يلا بينا. ريحته اساسا قبل ما يدخل الفرن خطيره. يلا ندخل على الوصفه اللي بعدها، والوصفه دي يا جماعه من الحاجات اللي هتحبوها زي بالظبط
الكفتة البطاطس اللي احنا عملناها السبت اللي فات. النهاردة هنعمل بقى ايه؟ بطاطس برضو، بس بطاطس بالتونة. هنعمل كفتة التونة، دي من الحاجات المغذية جدا جدا اللي طعمها بيطلع حلو قوي، اللي كمية من التونة قليلة مع البطاطس، مكوناتها كلها صحية. ولكن احنا ممكن بدل ما نقليها ندخلها الفرن او نعملها في الاير فراير، يبقى انت كده بتعملي حاجة صحية جدا. تمام. طيب نعملها ازاي؟ هنا عندي علبة او علبتين تونة زي ما انت عايزة، بهرسها بالشوكة. عندي بقى اربع بطاطسات كبيرة مسلوقة كويس جدا، شوية بصل اخضر مفروم، بقدونس مفروم، ثوم مفروم، وبقسماط كمان مطحون، ملح وفلفل اسود، وعندي هنا كمان كمون، بابريكا، ثوم بودرة، بصل بودرة. وبعد كده هعمل الكفتة دي وهحطها زي ما متعودين في شوية بيض ولبن، وبعدين نروح واخدينها حاطينها في فيجيتار او بقسماط مطحون مع دقيق زي ما انتوا عايزين. طبعا البقسماط بيدينا الطعم الاولي اللي احنا كلنا متعودين عليه، الفيجيتار لا، بياخدها ويديها طعم الطبقة الخارجية بتكون متطعمة ويديها طعم جوه وبره. طيب بعمل ايه؟ عندي هنا البطاطس مسلوقة، بهرسها كويس جدا الاول، اهي لازم تبقى مسلوقة حلوة قوي، ويفضل ان انا اسلقها بقشرها، وبعدين اطلعها احطها في طبق مية ساقعة علشان تتفك معايا القشرة بمنتهى السهولة. تمام كده، بصوا البطاطس لما تبقى مسلوقه توفر علينا كتير، بس كده خلاص. وعندي هنا ايه زي ما اتفقنا؟ التونه زي ما انت عايزه، ممكن تحطي علبه، ممكن تحطي اتنين، الكميه اللي انت عايزاها. عندي هنا البقسماط، وعندي ثوم، وعندي بقى ايه؟ عندي هنا بصل بودره وثوم بودره، وكالمعتاد بقى التوابل بتاعتنا، تعالوا نروح لها كده، اللي هي ايه؟ بابريكا، كمون، تونه يعني كمون على طول، وملح اهي، وكمان الفلفل الاسود. بس كده اه، واحط فيها برضو شويه ايه؟ بقدونس، واحط فيها شويه بصل. وهعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا هعجن بقى كله انا اهو، ريحتها تحفه، وانا لسه اصلا ما عملتش ايه، ما سويتهاش، ريحتها حلوه جدا اهو. طيب افرضي يا فيفا انا لقيتها فكه معايا شويه مش ماسكه، هروح حاطه شويه بقسماط بس كده. انا مش هحط على فكره، ما فيهاش سوائل خالص، هي التونه والتونه مصفيينها قبل ما نحطها. طبعا تنفع بالتونه المكر اللي عملناها مع بعض قبل كده، هتفتكروها ولا هتفتكرهاش؟ ممكن تعملوها، تطلعوا الطريقة بتاعتها، طريقتها سهلة جدا والنتيجة حلوة قوي، عشان برضو التونة بقت ايه؟ شوية شوية، مش ايه، ما نقدرش نجيبها بشكل متواصل يعني، فممكن ان احنا نعملها في البيت وتبقى عندنا على طول. بس كده هعمل ايه بقى؟ هروح اجيب البيض، بس ثانية واحدة، هجيب بولة علشان احط فيها البيض مع اللبن، وطبق اهو علشان احط فيه الفيجيتار مع الدقيق او بقسماط زي ما انتوا عايزين. بس كده، وعندي هنا البيض، بيضتين عليهم شوية لبن، وبرده بتبلهم بايه؟ ملح وفلفل اسود المعتاد يعني، وبحط لبن كمان علشان هو
بيخليه سايل كده ومحتاجش البيض كتير ويبقى سهل معايا في التعامل. تعالى ادي نقطة الملح عشان بس البيض والفلفل الاسود، وتعالوا نقلب كل ده. طبعا الكفتة دي تتعمل سندوتشات، تتحط جنب مكرونة، تتحط سندوتشات للمدرسة، هتبقى حلوة جدا جدا. كمان تبقى حلوة قوي لو اديناها سندوتشات للولاد او اكلوها بعد التمرين. التونة مهمة جدا للناس الرياضية. هلبس تاني بقى الجوانتي، بطلع بالتلاتة. ماشي، ونبدأ بقى نشكل. الزيت عندنا سخن، طبعا ممكن تدخل الفرن زي ما دخلنا قبل كده الكفتة، ان احنا بنرشها بالزيت او بندهنها بالزيت كده. بص، بياخد اول واحدة اعملها كده تمام، واروح منزلها هنا في البيض واللبن، هنا اقلب الفيجيتار والدقيق واروح مغطية كده اهي. الزيت يكون سخن جدا واروح منزله. بس كده سهله ولا بتاخد وقت، وزي ما قلت لكم حاسين ان هي طريه هحط شويه ايه بقسماط تاني، لكن هي معايا اهي. وهتجربي الاول واحده، فكت يا ستي هتروحي تحطي بقسماط، ما فكتش خلاص ممكن تحطي بقسماط ونشا، بس ما بحطش دقيق اهي واروح حاطه. طبعا اقدر اعملها حتى بشكل مختلف كانها ناجتس، اللي هو ايه اعملها بالشكل ده كده، بس ايه احنا معتادين ممكن اعملها بشكل اللي هو الكفته، الكفته اللي هي صوابع اهي، واروح منزلاها برضو فين في البيض واللبن واروح حطها زي ما انتوا حابين بقى. المهم ان هي تطلع معانا نكهة وطعمها حلو اهي. هنفضها واروح حطها. ايه رأيكم؟ سهلة وبسيطة. والتونة تدي معانا يعني علبة التونة الواحدة مع كام بطاطساية، اربع بطاطسات، هيدونا كمية حلوة جدا. بصوا كمية عندي كبيرة ازاي، انا مش هلحق اساسا اسوي كل ده، لكن الكمية كبيرة وحلوة جدا. طب انا عايزة اقولك ان انت لحد هنا تقدري ان انت تاكليها كسلطة بطاطس بالتونة، سلطة بطاطس مهروسة بالتونة اصلا. روح حاطه زي ما قلتلك الشكل اللي انت عايزاه اهو، صوابع بقى، دواير شكلها زي الناجتس، زي ما انت عايزة. عايزة اوريكم بس واحدة وايه، نروح لفاصل ونرجع نشوف هنقدمها بقى. زي ما قلت لكم تتحط فيه عيش بلدي، تتحط في عيش فينو، تتحط جنب الرز، تتحط كمان مع المكرونه. في كلا الاحوال هتتاكل لانها فعلا طعمها خطير ومتبله وهتعجب الولاد جدا. حاضر، هحط دي كده واشوف لو حاجه لونت، بس اطلعها لكم واوريها لكم. اه بدات اهي. حاضر، احط دي اصلا عشان اوريكم واحده اقلع الجوانتي والبس واحد تاني. الموضوع ليس بالايه بالبساطه. بصوا يا جماعه اهي اول واحده احنا حطيناها، بصوا عامله ازاي، بصوا ولونها عامل ازاي، مستويه طبعا لان هي مفيش حاجه اصلا فيها نيه، لا فكت ولا سابت، ريحتها خطيره. انا بحب جدا الفيجيتار لانه فعلا بيتبل الحاجه غير البقسماط. البقسماط تحس ان هو ايه يعني هو فقير اهو. بصوا ادي واحده ثانيه تحفه. طب ايه رايكم اعمل بقى حبه ونروح لفاصل ونرجع نشوف هنقدمها ازاي ونعمل كمان ايه جنب الاكلتين دول؟ استنونا.
بصوا شكلها عامل ازاي، مقرمشه جدا جدا خطيره وهتعجبكم، ريحتها حلوه قوي وطعمها كمان بيكون تحفه. ان شاء الله عارفين لو اكلوها بشويه كاتشب مايونيز يبقى انت كده كسبانه، هتعجبهم قوي. طيب تعالوا ندخل على اللي بعده. عندي هنا ايه، بس عندنا شويه بقسومات على فيجيتار على حاجات كده حلوه، خير ربنا كتير. لسه في وصفتين، الوصفه اللي جايه. انا بحب البطاطس جدا يا جماعه، البطاطس دي لو يعني اكلتها كل يوم كل وجبه انا مش هزهق منها، بس الفكره نعملها ازاي. يعني بطاطس محمر طبعا يعني لا غنى عنها وكلنا بنحبها، بس مش طول الوقت هنفضل نقلي في الزيت، لكن ممكن نعملها برضو بطريقه تكون مقرمشه جدا من بره، كرانشي. وكرانشي يعني تبقى مقرمشه كده من بره كده، او كريسبي كمان تبقى مقرمشه كده من بره ومن جوه، عارفين كده ايه، دايبه. طيب نعملها ازاي؟ نعمل بطاطس ويدجز، مش كده وبس، كمان احنا نرش عليها رشه جبن في الاخر ودول. طيب اول حاجه ادي البطاطس مسلوقه يعني قبل ما تتهري، ماشي، وطبعا بقشرها، ملح وفلفل اسود، بابريكا، زعتر وشطه وزيت زيتون وموتزاريلا، بس كده. بس كده. نقول كمان دي بطاطس ويدجز في الفرن. هعملها ازاي؟ هقولك. هنجيب البطاطس ونسلقها، وبعد ما نسلقها هنروح الاول مقطعينها بالشكل ده وسلقينها سلقه الا حبه قبل ما تتهري على طول. وبعدين هنروح جايبين بقى عندنا هنا ملح وفلفل اسود، بابريكا، زعتر فريش وشطه وشويه زيت زيتون. مهم جدا زيت زيتون، هي الحاجات اللي انا عايزاها تكون كرانش كده وتكون مقرمشه. ادي عندي هنا البطاطس، بصوا انا هوريكم بس البطاطس عندي اهي مسلوقه، بصوا بعمل كده بتتقطع معايا اهي، شايفين اهي كده اهي، مش مهريه بس بتتقطع معايا. طيب هروح حطها هنا بقى كده من غير الميه طبعا، ومتبلاها تتبيله حلوه قوي، وطبعا مش هقلي، انا قلت انا عايزه طريقه تبقى حلوه برضو، باكل حاجه مقرمشه بس مش مقليه. الزيت الزيتون عليكم وعلى زيت الزيتون، بيدي لون، خلاص كده دي مش معانا، بيدي لون حلو قوي قوي وبيحرمش لي الحاجه وبيقرمشها. طيب اول حاجه هروح بقى يلا متبليها البابريكا، طبعا لون يعني، الملح، واكون حريصه على الملح كده وانا بحط البطاطس، علشان قلت كتير قبل كده الملح بيأثر جدا في البطاطس، والبطاطس بتمتص الملح زي البصل كده بالظبط. رشه فلفل اسود والشطه بالراحه بقى، عشان ايه العطس اللي بيجي لنا ده، بالراحه وانا بحط، لكن مش هحط بالراحه، يعني مش هحط حبه بالراحه، لا هحط حبه حلوين. ورشه الزيت بقى، واروح متبلاها بقى ولفاها، انا عايزاها كلها تبقى لونها حلو جدا. انا هنا يا جماعه بعملها في الطاسه اللي هقدم فيها، خلوا بالكم. بصوا بقى اغلفها كده من كل الجوانب اهي، وادعكها دعكه حلوه طعم ولون اهو، شايفين. الناس اللي بتحب البطاطس هتقدر جدا الوصفه دي. عايز اقول لكم ان يعني البطاطس الويدجز دي لما بناكلها بره بنكون منبهرين بيها، هي طبعا بتكون مقليه مش معموله بشكل صحي زي ما احنا بنعملها كده، حتى لو احنا حاطين شويه زيت زيتون حلوين، بس هي برده مش قلي عميق، ده في اختلاف يعني كبير قوي اهو. خلاص هعمل ايه بقى، هي اصلا مستويه احنا اتفقنا، في هروح رش عليها بقى شويه ايه الموتزاريلا دول بعد ما هي اتبلت، واخدين بالكم. وطبعا انا ممكن اكتفي بان انا اعمل البطاطس دي كده وخلاص،
ما احطلهاش اي جبن. والزعتر بقى نغرقيلي الموتزاريلا دي زعتر بقى كده، تفرق جدا كمان في الشكل وفي الطعم. سو اي حاجه بتحطوا عليها زعتر انا مش عايزه اقول لكم بتاثر ازاي في طعمها، ولو متعودين تعملوا الاكله ان شاء الله يعني بشكل كبير، بس حطيتوا زعتر في المره مثلا دي انتوا هتحسوا ان انتوا بتاكلوا حاجه لا طعمها مختلف، مش دي الاكله ان احنا لسه عاملينها امبارح. الحاجات دي الاعشاب بتدي طعم خطير للاكل. بس كده هدخلها وهطلع الطاجن. الطاجن عندي ايه؟ خلاص استوى، يلا نطلع. الله انتوا مش متخيلين ريحته حلوه ازاي. بصوا عامل ازاي. بصوا مش قلتلكوا يبقى فيه شويه صوص كده، ريحته وطعمه انتوا مش متخيلين حلوه ازاي. واروح طبعا احط ايه الريحانه بتاعتي. بصوا انا عامله ايه في النعناع والريحان يا جماعه علشان ما يتبلش. دي فوطه وبلاها وعصراها ولف فيها الريحان والنعناع عشان الجو هنا. عايزه اقول لكم مع التكييف والاضاءات الحاجه عندي بتتبل بسرعه اهو. واروح حاطه هنا. فبعمل ايه؟ بجيب فوطه مبلوله. بصوا الطبق يا نهار ابيض على حلاوته. بجيب فوطه مبلوله اهي، فوطه مطبخ نظيفه، وابلها واعصرها وبعدين الف فيها كل ده كده. وبعدين انا بحتفظ بيها كده كمان في التلاجه لحد ما الكميه عندي تخلص. وهنا كمان. طيب انا خلصت اهو الطاجن الفريك الخطير اللي وعدتكم ان انتوا لما هتجربوه هيعجبكم جدا جدا. وادي الفريك عادي مش باللحمه ومش بالفراخ، بالمشروم مجنن. طيب هنعمل ايه اللي بعده بقى؟ تعالوا اقول لكم اللي بعده هنعمل فيه ايه. هعمل سلطه، بس سلطه برضو حاجه بروتينها عالي جدا. هي ايه؟ الفاصوليا. والفاصوليا من الحاجات يا جماعه، فاصوليا البيضة او الفاصوليا الحمراء من الحاجات البروتين فيها عالي جدا. بس عايزه اقول لكم على حاجه مهم جدا، ان انا اسوي الفاصوليا قوي قوي، يعني انقعها الاول وبعدين اعمل فيها ايه؟ اسلقها. مهم قوي يا جماعه ان انا اسويها تسويه اللي هي ما فيهاش اتنين، لا استوت معايا، واتاكد ان هي استوت معايا قوي قوي قوي، لان من غير ما الفاصوليا تستوي بشكل كبير ممكن يحصل مغص، ممكن بطننا تتعبنا. فمهم جدا ان احنا ايه نسوي الفاصوليا قبل ما ندخلها في اي وصفه. طيب انا برصص هنا عندي ايه، خلاص الكفته علشان اقدمها بكذا شكل زي ما قلنا. طبعا فردت الطبق تحت ايه الاول بقدونس وحطيتها. وزي ما قلت لكم عارفين لو اكلوها بشويه كاتشب مايونيز قلت لك انت الكسبين. ادي عندي الكفته الخطيره. طيب يلا بقى نقول مقادير الفاصوليا بعد ما اتفقنا ان احنا لازم نسلق الفاصوليا ونسويها كويس جدا جدا ونتاكد ان هي استوت، لان عدم تسويه الفاصوليا سواء البيضه او الحمراء بشكل كافي وشكل كامل ده بيسبب يا جماعه مغص رهيب وانتفاخات وبعض الـ 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 المواقف او في بعض الاشخاص ممكن يقلب معاهم الموضوع بتعب خطير. طيب تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هروح اجيب الفاصوليا زي ما قلت ونقعتها وسلقتها، وبعدين هرسيت شط، بصل مفروم، فلفل حار واخضر، عندي عصير ليمون، وعندي كمان زيت زيتون، طماطم مكعبات، بقدونس، ثوم مفروم، وزيتون اسود مفروم، هي سلطه، وملح وفلفل اسود. نقول كمان عندي هنا كوبايتين فاصوليا بيضة او حمراء زي ما انت عايزة، تمام. وعندي كمان هنا هريسة شطة،
عندي بصل مفروم وفلفل حار، وعندي كمان عصير ليمون وزيت زيتون، طماطم مكعبات وطماطم وبقدونس وثوم مفروم وخلصت. معلش برضو هطلعها عشان ابقى ايه كده خلصنا. ادي البطاطس الخطيرة اللي عملناها برضو. طيب زي ما قلتلك الوصفة دايما وصفات السلطات بقول عليها ان هي مرنة، يعني اللي عندك حطيه، ما مش أزمة، بس هي قايمة على ايه؟ هي قايمة على الفاصوليا بس كده. على فكرة دي مش بس تعتبر انها سلطة، دي ممكن تعتبر انها طريقة طبخ للفاصوليا مختلفة. يعني انا ممكن اعملها على السخن واقدمها على فكرة جنب شوية رز، ممكن تتاكل كده وانا هعملها على السخن، مش شرط خالص انها تكون سلطة. فتعالوا نعملها كده على السخن، نحط شوية زيت زيتون اهو، ونحط البصل. لو عايزين تعملوها على الساقع هتعملوا كل ده ايه على الساقع، بس انا هقول لكم اهو على الساقع اهو. خلاص احنا عرفنا، هنقلب كل المكونات على بعض، البصل والثوم، واديلهم تقليبه بسيطه بس ريحه الثوم عندي تطلع. انا مش عايزه اصفر حاجه ولا عايزه اغمق حاجه. ادي يا ستي البصل والثوم الاساس اي اكله، وبعدين نروح حاطين عندي الطماطم، ماشي، عندي فلفل الحار حبيبي وحبيبك، عندي احمر واخضر، طبعا ممكن نختار لون واحد، الاحمر كده بيبقى ايه حامي قوي قوي وفيه تسكيره. ليه بختار الاثنين؟ عشان احمر يبقى حامي كده فيه تسكيره، والاخضر طبعا بيكون حامي مفيش اي تسكيره. ماشي، واقلب هلاقيها نزلت ايه كده شويه ميه صغنونين اول ما حطينا الطماطم، ماشي. وبعدين عندي بقى هنا الفاصوليا اللي مسلوقه كويس جدا اهو، واقلب خلاص. وبعدين عندي هنا بقى هريسه الشطه اللي انا عاملاها مع الزيتون لو تفتكروا، اروح حاطه لي ايه معلقه حلوه كده اختياري برضو. خلاص طبعا بفتحها باخد منها وادخلها الثلاجه، طبعا بفتحها باخد منها بمعلقه نظيفه، طبعا ما برجعش المعلقه تاني ولا اي كميه اخدتها ترجع تاني برطمان. وعندي بقى ايه اخر حاجه عصير الليمون، نروق الدنيا. بصوا عملنا اربع وصفات واحنا مرتاحين، وصفات كلها مختلفه ولذيذه بس كده. وفضل دي خلاص برضو هرجعها وهرش رشه شطه، وبرضو املح بقى الليله عندي دي كلها، ادي الملح وشويه كمون، بابريكا، فين الزيتون؟ طبعا بحط الزيتون اخر حاجه، ما بحطهاش ابدا الزيتون على النار، ما يتقلبش معايا وهو على النار ما يسخنش. بس دي طبعا تنفع، ماشي، اسيبها كده تغلي وتسخن، وتنفع جدا جنب شويه رز، يا سلام يا سلام، وتنفع جدا انها تتقدم سلطه برضو، هي ما فيهاش اي حاجه، ممكن نحط عليها معلقه سلطه وتبقى ايه طبيخ، صح. اروح بعدها بقى عن النار واروح حاطه الزيتون وهقدمها. فكره الزيتون ممكن ايه اخضر لو ما عندكيش زيتون اسود مش ازمه، وطبعا رشه ايه الخضره بتاعتنا اللي جوه الاكل غير الرشه اللي بره الاكل. عايز اقول لكم البقدونس بيفرق جدا في طعم الحاجه، انا بعمل مكرونه بالوايت صوص بحط فيها بقدونس، كل حاجه عندي احب احط فيها بقدونس، لو ما كانش جواها كده متوغل كده جوه الاكله
يبقى ايه، يبقى على الوش وفعلا بيفرق في طعمها. ما عايز اقول لكم ان انا كان عندي حد في البيت ما بيحبش البقدونس، بس الحمد لله انتصرت وخليته ايه يحب البقدونس. لا الطبق ده صغنن، هجيب الطبق الكبير. واجيب الطبق الكبير واحط السلطه بتاعتي اللي هي قايمه على البروتين النباتي. البروتين النباتي ده اخدته منين؟ من الفاصوليا، وتنفع طبعا الفاصوليا البيضاء او الحمراء، وتنفع ان انا اعملها كطبيخ، وينفع ان انا اعملها كسلطه. حته حلوه جدا وهتعجبكم. وطبعا عندي هنا ايه الفوطه بتاعتي اهي، افتحها وايه بقى، اصل انا ايه كنت لحد ما اجي ابدا الحلقه الاقي الحاجه دبلت، قلت لهم لا هاتولي فوطه ونعصرها كده، نبلها ونعصرها هتحافظ لنا على النعناع والريحان لحد ما نخلص الحلقتين بس كده. وخلصت السلطه وخلصت الحلقه، ودي حلقه يوم السبت خفيفه وظريفه ولطيفه وافكارها كلها مختلفه وكلها غنيه بالبروتين، وهو البروتين النباتي، وبشكل كبير بحاول اعملها صحيه. يعني انا النهارده عملت الطاجن اللي بالمشروم بشكل صحي، طاجن فيه ريك بدل اللحمه والفراخ والحمام، حطينا فيه مشروم، وعايزه اقول لكم ريحته خطيره، غني جدا جدا بشكل صحي. عملنا كمان الكفته اللي هي بالتونه، وقلت لكم لو عايزينها بشكل صحي طبعا مش هنقليها، هندخلها الفرن. والبطاطس الويدجز بتاعتنا اللي ممكن جدا جدا ان احنا ممكن نعملها من غير موتزاريلا خالص، اللي هو زي ما انتم شفتوا تبلتها ودخلتها الفرن تطلع مقرمشه وتجنن، عايزين ترش على رشه الموتزاريلا، اوكي مش عايزين خالص. وطبق السلطه الخطير البسيط اللي قايم على ايه؟ على البروتين النباتي اللي واخداه من الفاصوليا. ودي كانت حلقه النهارده، يا رب تكونوا انبسطتوا فيها ولقيتوا فيها افكار تقدروا تجربوها خلال الاسبوع. مش شرط ابدا نكون ان احنا ناس فيجيتيريان او بناكل اكل نباتي او صايمين علشان نجرب الاطباق دي. الاطباق دي مميزه ومختلفه واقتصاديه وخفيفه على الجيب، دايما بقول وخفيفه على المعده. حبايبي كنت مبسوطه معاكم جدا، وان شاء الله اشوفكم بكره من الساعه 1 للساعه 2 والاعاده 4 صباحا. بحبكم من كل قلبي، باي باي.